وشوشة. الفيلم فيلم تشويقي بيتكلم عن حاجات شوية سير ناتشورال أو يعني خارقة للطبيعة. هما يعني تقريبا مش حابين ان احنا نتكلم تفاصيل كتير، فترشيحي انا كلمني المنتج عمرو طنطاوي وبعت لي السيناريو وقريته وحبيت يعني الورق وحبيت الشخصية، ف اتفقنا وقعت العقد وبيتصور. بصي، فكرة ان الشخصية نفسها اللي هم مش حابين ان احنا ندي تفاصيلها، الشخصية نفسها جديدة على مايا، يعني مش اللي هي بنت الزوات المحامية او بنت الزوات اللي مش يعني فاهمة. هي اول مرة العب بالطريقة دي، هتشوفي يعني مش عايزة ادي تفاصيل. الاطار العام لشخصيتك، هي ست محترمة بس ما بتخلفش وبتقابل البنوتة اللي اسمها ريما هي وجوزها، وهي يعني هنعرف ان هي ست معنفة يعني تعبانة في حياتها، بمعنى يعني ممكن تبقى بتتضرب وكده. لا لا لا، هو الفيلم ما بيطرحش الموضوع ده. انا بقولك ايه اللي حببني في الدور، كم يعني ان هي في مشاهد كده فيها اكشن يعني بين الراجل ومراته. بس يا ريت والله يكون في فيلم جديد. انا بحب العب الدور ده واحط سبوت على الستات المعنفات، ولازم يعني ما اعرفش، هو عاده في مقوله ان الراجل اللي مد ايده على الست ما يبقاش راجل، فلازم ده يبقى يقين عند الرجال اللي هم بيستمتعوا بضرب الست، او بيبقى عندهم غيه ان انا اقوى مني جسديا فانا ممكن اضربك. على فكره مفيش سبب تاني يخلي راجل يمد ايده على ست الا لو هو بيبقى مبسوط لما بيعمل كده. يعني انا ما اعرفش، لو يعني ما شفتش افلام وكده واحد بيضرب واحده وبيكسرها وفي الاخر قال يعني بيندم، يعني فاهمه. ممكن واحد يدي واحدة ألم في مشكلة وكده، أنا ضده تماما، بس أنا أقصد اللي هو المعنفات هم بيضربوا لحد ما يتكسروا. يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.